السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. انفعال رشا صديقة الأميرة سمارة يحيى. انفعلت رشا صديقة الأميرة سمارة يحيى بعد شائعات كثيرة حدثت في الساعات الماضية، وهي شائعة حمل سمارة يحيى وشائعة الصلح مع زوجها محمد أبو جبل. ونفت رشا صديقة سمارة يحيى كل هذه الشائعات وانفعلت بشدة على بعض المتابعين بسبب المطالبة بعودة الأميرة سمارة يحيى إلى بلدها الجزائر. ربنا يصلح حالهم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.